جزيرة ابن عمر، بلدة وقضاء في محافظة شرناق في تركيا، وهي محاطة بنهر دجلة من جهات الشمال والشرق والجنوب، لذلك أطلق عليها اسم جزيرة، ويقال إن اسمها يعود للرجل الذي بناها، واسمه عبد العزيز بن عمر. أنشئت بعد طوفان نوح عليه السلام، وتقول الروايات إن سفينته رست على جبل الجودي بالقرب منها، وفيها يوجد ضريحه، كما يوجد قبرا الشخصيتين التاريخيتين ممو وزين. دخلت المنطقة في الإسلام على يد القائد عياض بن غنيم، وشهدت الحكم الأموي والعباسي. حصرها السلطان السلجوقي طغرل بك، إلا أنه لم يتمكن من دخولها، لكن السلاجقة احتلوها في عهد السلطان ملك شاه السلجوقي، ودانت بعدهم للزنكيين، ثم خضعت لحكم الأيوبيين. تعرضت بعدها لغزوات المغول وقائدهم تيمور لانك، وتم تهديمها، ثم غزاها الصفويون، وبعدهم غزاها بعض الأمراء العثمانيين، ثم قضت الدولة العثمانية على إمارة الجزيرة. قامت فيها بعض الثورات ضد العثمانيين فقمعت بشدة، وبعد انهيار الإمبراطورية العثمانية أصبحت جزيرة ابن عمر تابعة للدولة التركية.